أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل يؤجر من تعلم الرقية الشرعية وخصص لها مكانا لرقية الناس بدون مقابل مالي؟ وهل تعتبر الرقية من علم الطب الذي يتعلم؟ الرقية ما تتخذ حرفة، الرقية إحسان من الراقي إلى المرقي من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيفعلها عند الحاجة إذا احتاج إليها المريض، وهذا إحسان، إحسان إلى المريض دون أنه يتفرغ ويحط محل. وحتى لو كان في الأول يقول: أنا ما أنا بأخذ شيء، الدراهم تغريه تجرها الدراهم، والغالب أنه ما هو صحيح قولهم أنه ما يأخذ شيء، ما هو صحيح، ما تفرغ إلا لأنه يريد مثل غيره. الرقية حق من كتاب الله ومن سنة رسول الله، وهي إحسان، ويشترط فيها أن يكون الراقي من أهل العقيدة الصحيحة والنية الخالصة لله عز وجل، وأن يكون المرقي أيضا يعتقد أن الشفاء من الله، وأن هذه سبب من الأسباب وليست الشفاء فيها، وإنما هي سبب. إذا توفرت الشروط لا بأس، لكن ما تتخذ حرفة. نعم.